بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التسجيل خاص بشبكة الكفيف العراقي للمكتبة الصوتية الحلول الإبداعية في التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي الأستاذ خالد الحيالي. الدرس الثاني من قصص القرآن نبي الله شعيب. قصص القرآن الكريم 5 درجات. سين صف أخلاق قوم شعيب. جيم كانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد في الأرض، وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه ويقولون دراهمك هذه مزيفة فيقطعونها ثم يشترونها منه بالنقصان. سين كيف خاطب شعيب قومه وإلى أي شيء دعاهم وبأي شيء أمرهم ونهاهم. جيم لقد خاطب شعيب قومه بقوله يا قوم تلطفا بهم وتذكيرا لهم بأنه قومه وأنه أخوهم في النسب والقرابة، وأن من كان هذا شأنه فلا شك في أنه يريد لهم الخير بخطابه لهم، فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده شأنه في ذلك شأن من سبقه من الأنبياء عليهم السلام. فجميعهم يدعون إلى تأكيد حقيقة العبودية لله ووجوب توحيده وطاعة رسله. ولقد أكثر شعيب الحوار والجدل مع قومه ليحملهم على الإيمان بالله وبما جاء به من أمر الدعوة، وكان فصيحا بليغا جزل الموعظة. فبعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده دعاهم إلى الإقلاع عن كل المفاسد والمنكرات التي فشت فيهم وانغمسوا فيها. 1 أمرهم بإيفاء الكيل والميزان ونهاهم عن التطفيف فيها وبخس الناس أشياءهم. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. 2 نهاهم عن الإفساد في الأرض بالكفر وفساد الأخلاق وسفك الدماء. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. 3 نهاهم عن قطع الطريق على الناس لسلبهم أموالهم ولمنعهم المجيء إلى شعيب وسماع دعوته وتهديدهم لمن آمن به بالقتل وتشويههم لدعوة شعيب بما يلقونه من شبهات باطلة ووصفها بأنها دعوة باطلة. سين نهى شعيب عليه السلام قومه عن أمور ما هي؟ جيم الجواب هو النقاط الأربعة في جواب السؤال السابق. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سين لقد سعى أهل مدين قوم شعيب عليه السلام وبكل قوة وإصرار على الكفر لإحباط دعوة نبيهم، فما الطرق التي اتبعوها قوم شعيب عليه السلام لكي يسعوا لإحباط دعوة نبيهم، أو عن أي طريق سعى قوم شعيب إلى إحباط دعوة نبيهم، أو اتصف قوم شعيب بالجحود والتمرد على نبيهم بين ذلك. جيم 1 تكذيب شعيب حتى لا تطمئن له النفوس ولا تهتدي له القلوب. سين بما اتهم قوم شعيب نبيهم شعيبا. 1 تكذيب شعيب حتى لا تطمئن له النفوس ولا تهتدي له القلوب. 2 اتهامه بالسحر وأنه مسطر حتى فسد عقله، فقالوا له لقد فسد عقلك من السحر لا ولا حقيقة لما تدعي لنفسك من النبوة، وهي شبهة قديمة قال الكفر لأنبياء الله، وهذا ما حكى قوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين. 3 تربصهم بالمؤمنين فقد عمد قوم شعيب عليه السلام إلى قطع الطريق على المؤمنين حتى لا يصلوا إليه ويتعلموا أحكام الله، فقد كانوا يقعدون في الطرقات ويصرفون من يريد الإيمان بدين الله ويشوهون الحقائق ويثيرون الشكوك ليقولوا إنها سبيل موجه. سين كيف قوم شعيب لا يتربصون بالمؤمنين؟
أربعة استهزاؤهم بشعيب، فقالوا ما حكى قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموال أو أن نفعل في أموالنا ما نش ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أن صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان وأن أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهي حقنا فنفعل فيها ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فكيف تأمرنا بذلك؟ سين كيف استهزأ قوم شعيب عليه السلام به؟ تهديدهم لشعيب بالإخراج من قريتهم، فلقد توعد الكفار نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين بالإخراج من قريتهم وإجبارهم على الرجوع في ملتهم المنحرفة. قال تعالى حكاية عما قاله الملأ لشعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. تهديدهم لشعيب بالرجم: قالوا يا شعيب إننا لا نفهم كثيرا من قولك ولا نصدقه، إنا نراك فينا ضعيفا لا جند لك ولا أعوان تقدر بهم على مخالفتنا لضعفك، فما أنت علينا بغالب ولا قاهر، ولولا عشيرتك لرجمناك. قال تعالى: قالوا يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سين بماذا هدد قوم شعيب عليه السلام نبيهم شعيبا؟ الجواب هو كتابة النقطة 5 و6. سين ما أبرز ما يستنبط من قصة نبي الله شعيب؟ جيم واحد أن الله تعالى بعث إلى مدين أخاهم شعيبا عليه السلام وهو أخوهم في النسب للدين، فدعاهم بكل حنو وشفقة وإخلاص، وكان قوم شر الإخوان فحق عليهم غضب الله وعذابه به وعذابه بكفرهم وجحودهم. 2 أن هدف الأنبياء عليهم السلام جميعا هو الإصلاح لتغيير المنكرات والمفاسد والإنحرافات، وهكذا كان شعيب عليه السلام يسعى جاهدا لإصلاح قومه ولم يدخر في ذلك جهدا ولا وسيلة بقدر استطاعته، فقال لهم ما حكى قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح وما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 3 لقد واجه شعيب عليه السلام قومه وجادلهم ببلاغة حتى لقب بخطيب الأنبياء، فأنكر عليهم ما هم فيه من المفاسد والمنكرات وسعى لإزالتها كالتطفيف وبخس الناس أموالهم وقطع الطريق والإفساد في الأرض، ولنا في الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة، فوجب علينا رفض المنكر ومواجهة أهله والسعي لعلاج الأمراض الاجتماعية المنافية للدين كالغش والرشوة وما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. 4 اتصف قوم شعيب عليه السلام أهل مدين بكفرهم وبخس الناس أموالهم في المكاييل والموازين والإفساد في الأرض. إن الله تعالى مهلك الكفرة وناصر المؤمنين، فقد أنجى الله شعيبا عليه السلام ومن آمن معه وأهلك الكفرة. سين لقب شعيب بخطيب الأنبياء علل ذلك. جيم لأنه كان فصيحا بليغا جزل الموعظة وكان يجادل قومه ببلاغة مع تلطف في المقال. سين من أهم العبر التي لا بد الإفادة منها في سير الأنبياء عليهم السلام مواجهتهم الفساد، فما واجبنا تجاه مظاهر الفساد في المجتمع؟ جيم واجبنا جميعا أن نكون صالحين مصلحين لتغيير المنكرات والمفاسد والانحرافات، كل بقدر طاقته واستطاعته أسوة بأنبياء الله تعالى، فنرفض المنكر ونواجه أهله بالحجة والبيان وبالتي هي أحسن التي هي أقوم، ونسعى لعلاج الأمراض الاجتماعية المنافية للدين كالغش والرشوة وغيرها. الدرس 3 من الحديث النبوي الشريف في الجهاد وكرامة المجاهد للشرح والحفظ الحديث الشريف 15 درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم يجرح، معني كلمات يكلم يجرح. الكلم المسك،
مادة المسك مادة عطرية دهنية تفرز من دم دابك الظبي يدعى غزال المسك، والمراد أن للدم رائحة طيبة كرائحة المسك. سين اكتب حديثا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد، أو لماذا شرع الله تعالى الجهاد وحث عليه، أو بما وعد الله المجاهدين وما جزاؤهم وبما أنذر المتخاذلين. جيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. صدق رسول الله. شرع الله الجهاد صيانة لأرواح الناس ودفاعا عن دينهم وأوطانهم، وليتمكنوا من أداء رسالتهم التي كلفهم الله بها. ولم يشرع الجهاد للغلبة، وإنما شرع للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولرد البغي والعدوان. وعد الله المجاهدين الثواب في الآخرة والنصر في الدنيا، وأنذر المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعذاب. سين اكتب حديثا نبويا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد. باء بين أهم ما يرشد إليه الحديث. جيم ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء أهم ما يرشد إليه الحديث: واحد، الجهاد واجب مقدس ومن أجل الأعمال وباب من أبواب الجنة. اثنين، من شأن المسلمين أن يكونوا دوما مستعدين لمكافحة عدوهم، مجهزين بكل وسائل القوة لدفع ظلم المعتدي الغاضب واسترداد حقوقهم وحماية أمنهم واستقلالهم. ثلاثة، في الحديث الشريف حث للناس على التسابق في ميادين الجهاد والتضحية، لأنه فرض يمثل قيمة دينية ووطنية واجتماعية وخلقية من أجل الحفاظ على شرف الأمة وكرامتها والدفاع عنها من مطامع الأعداء. سين اكتب حديثا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد، ثم بين لماذا شرع الله الجهاد. جيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. شرع الله الجهاد صيانة الأرواح الناس ودفاعا عن دينهم وأوطانهم، وليتمكنوا من أداء رسالتهم التي كلفهم الله بها. ولم يشرع الجهاد للغلبة، إنما شرع للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولرد البغي والعدوان. سين اكتب حديثا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد. باء أوجب الإسلام الجهاد وحث عليه، فبماذا وعد المجاهدين وبماذا أنذر المتخلفين عن الجهاد. جيم ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. باء وعد المجاهدين الثواب في الآخرة والنصر في الدنيا، وأنذر المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم العذاب. سين اكتب حديثا شريفا يدل على الجهاد وكرامة المجاهد، وما الغاية من تشريع الله تعالى الجهاد في الإسلام. جيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. اثنان، شرع الله الجهاد صيانة لأرواح الناس ودفاعا عن دينهم وأوطانهم، ليتمكنوا من أداء رسالتهم التي كلفهم الله بها. وكما وشرع الجهاد للمحافظة على المال والعرض، فهو واجب مقدس. سين حين شرع القرآن الكريم الجهاد، نأى به عن عدة جوانب وابتغى به جوانب أخرى لصالح الأمة الإسلامية، وضح ذلك. جيم حين شرع القرآن الجهاد، نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء وابتغاء طريق إلى الإسلام والإطمئنان وتركيز الحياة في أسس الحق والعدل والمساواة ومبادئها. أسئلة المناقشة التي ترد في الأسئلة الوزارية لحد الآن. سين رد البغي والعدوان من أسباب تشريع الجهاد، ناقش ذلك. جيم لم يشرع الجهاد للغلبة، وإنما شرع للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولرد البغي والعدوان. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سين صور الرسول جرح الشهيد بصورة محببة تغري بالجهاد والثبات أمام الأعداء، تكلم عن ذلك ذاكرا الغرض من هذا التصوير بإيجاز.
جيم أن كل مجاهد يجرح في سبيل الله ودفاعا عن كرامة أمته ووطنه وحقوقه، ويرد شر من يريد السوء ببلده من المعتدين يجيء يوم القيامة على الحالة التي أصيب بها في أثناء جهاده، ويكون لدمه رائحة المسك، فيكون في يوم القيامة في موقف الشرفاء الشرف والكبرياء والتكريم. وفي هذا التصوير حث للمسلمين على التسابق في ميادين الجهاد والتضحية. الدرس الرابع: الأبحاث، الوظائف الاقتصادية للدولة. الأبحاث 20 درجة. سين: ما هي الوظائف الاقتصادية للدولة؟ عددها فقط أو عدد الوظائف الاقتصادية للدولة. جيم: 1 مراقبة الفعاليات الاقتصادية. 2 تحديد الأسعار عند الضرورة. 3 توفير تكافؤ الفرص. 4 الضمان. 5 تحقيق العدل الاجتماعي. 6 منع المعاملات المحرمة. 7 التكافل الاجتماعي. 1 مراقبة الفعاليات الاقتصادية. من الوظائف الاقتصادية للدولة مراقبة الفعاليات الاقتصادية، وضح ذلك. جيم: أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الإنتاج، فالإنتاج الرأسمالي يتحكم به الربح لا حاجز المواطنين. أما في المجتمع الإسلامي فيجب أن يكون الإنتاج لسد حاجات المواطنين، وواجب الدولة الإشراف على المبيعات ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والأوزان والأسعار، ومنع احتكار السلع الاستهلاكية، ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة مثل الرقابة على الأغذية والمشروبات والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها. 2 منع المعاملات المحرمة. سين: من وظائف الدولة الاقتصادية منع المعاملات المحرمة ووضحها. أو من الوظائف الاقتصادية للدولة منع المعاملات المحرمة ووضحها. جيم: المعاملات المحرمة وهي المعاملات التي نصت الشريعة الإسلامية على تحريمها، إما لأنها لا تقوم على الأسس الإخلاقية الإسلامية، وإما لأنها تضر بمصالح الجماعة مثل الربا والاحتكار والرشوة والتطفيف. 3 تحديد الأسعار عند الضرورة. سين: للدولة الحق في تحديد الأسعار في ظروف معينة، أذكر الحالات التي يجوز فيها تحديد الأسعار، أو متى يحق للدولة التدخل لتحديد الأسعار، أو للدولة الحق في التدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة ما هي. جيم: 1 إذا كانت السلعة منحصرا بيعها في عدد معين من الناس حالة احتكار، سواء كان ذلك الانحصار أو الاحتكار أمرا واقعا أي باتفاق البائعين أم بحكم القانون. إذا كانت السلعة ضرورية للناس وامتنع أصحابها عن بيعها أصلا أو طلبوا ثمنا لها أعلى من قيمة المثل. إذا تواطأ البائعون أو المشترون على ثمن ينتفعون منه وكان الثمن غير عادل. تحقيق الأربعة: تحقيق العدل الاجتماعي. سين: كيف تحقق الدولة العدل الاجتماعي؟ جيم: تحقق الدولة العدل الاجتماعي عن طريق توفير تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي بشقيه: التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي. 5 توفير تكافؤ الفرص. سين: من وظائف الدولة الاقتصادية توفير تكافؤ الفرص، وضح ذلك. أو من الوظائف الاقتصادية للدولة توفير تكافؤ الفرص والمقصود بها، وضحها. أو أن تحقق الدولة العدل الاجتماعي يتم عن طريق توفير تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي، وضح توفير تكافؤ الفرص. أو تحقق الدولة العدل الاجتماعي عن طريق توفير تكافؤ الفرص، وضحها. أو تحقق الدولة للعدل الاجتماعي عن طريق توفير تكافؤ الفرص، وضح ذلك. أو من الوظائف الاقتصادية للدولة توفير تكافؤ الفرص، وضح ذلك. جيم: قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالناس متساوون في الواجبات، متساوون في الحقوق، وكذلك في العقوبات، فكل إنسان له الحق في مائدة الله التي جعلها للبشر جميعا. وفي الغالب فإن وسيلة الإنسان إلى اكتساب هذا الحق هي العمل وبذل الجهد، لا يمنعه من ذلك احتقار أو احتجار أو إقطاع. فالاحتكار محرم والاحتجار مباح لمن هو قادر على إعمار ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وكذلك إقطاع الأرض لمن يعمرها بالقدر الذي يستطيع إعماره. سين: عدد الوظائف الاقتصادية للدولة وتحدث عن توفير تكافؤ الفرص. جيم: 1 مراقبة الفعاليات الاقتصادية. 2 منع المعاملات المحرمة. 3 تحقيق العدل الاجتماعي. 4 التكافل الاجتماعي. 5 توفير تكافؤ الفرص.
6 تحديد الأسعار عند الضرورة. 7 الضمان الاجتماعي. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله خبير، إن الله عليم خبير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالناس متساوون في الواجبات، متساوون في الحقوق، وكذلك في العقوبات. فكل إنسان له الحق في مائدة الله التي جعلها للبشر جميعا. وفي الغالب فإن وسيلة الإنسان إلى اكتساب هذا الحق هي العمل وبذل الجهد. لا يمنعه من ذلك احتكار أو احتجار أو إقطاع. فالاحتكار محرم والاحتجار مباح لمن هو قادر على إعماره ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات. وكذا إقطاع الأرض لمن يعمرها بالقدر الذي يستطيع إعماره. 6 الضمان الاجتماعي. سين من الوظائف الاقتصادية للدولة الضمان الاجتماعي، وضح ذلك. أو جيم فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع ضمانا كاملا. والدولة غالبا تقوم بهذه المهمة على مرحلتين. في المرحلة الأولى تؤدي الدولة واجبها بتهيئة وسائل العمل، مصادر الرزق، وفرص المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر ليعيش على أساس عمله وجهده. أما إذا كان الفرد عاجزا عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسبا كاملا، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منح فرصة العمل، فقد جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس فيها الدولة تطبيق الضمان، وذلك عن طريق تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد وتوفير حد المعيشة لا يقل كثيرا عن مستوى إخوانه من أبناء المجتمع. فمبدأ الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي يرتكز على أساسين، أحدهم التكافل الاجتماعي، والآخر حق الجماعة في موارد الدولة العامة. سين أن تحقق الدولة العدل الاجتماعي يتم عن طريق توفير تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي، وضح أحدها. جيم وضح أحد الطريقتين. توفير تكافؤ الفرص، اكتب جواب سؤال 10 كامل. الضمان الاجتماعي، اكتب جواب سؤال 17 بالكامل. 7 التكافل الاجتماعي. سين ما المقصود بالتكافل الاجتماعي ومن يشمل؟ ثم اذكر حديثا شريفا فيه، ثم توسع في معناه. جيم التكافل في الإسلام نظام فطري يستمد وجوده من سنن الله التي تربط بين فطرة الإنسان وسنن الكون. فكفالة الوالد لأبناء أمر فطري يندفع إليه الإنسان دفاعا فطريا، ومثل ذلك كفالة لأهل بيته أو لأمه وأبيه. وإذا شئنا الحق وجدنا في الإنسان رغبة في كفالة الجار الفقير أو القريب الفقير على بعد داره أو كفالة يتيم، فهو يرعى كما يرعى أولاده. ويشمل هذا التكافل أيضا المجتمع، فتقوى بين أبنائه الروابط الأخوية. ومن أثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشريف يكون معناه: أيما شعب أصبح وفي جائع منهم فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي الأمانة والعهد والضمان، ما يعني أن سبحانه وتعالى قد أوكلهم إلى أنفسهم وحجب عنهم رحمته، ولم يقتصر التكامل الاجتماعي للمسلمين فقط، وإنما يشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ما داموا في دار الإسلام. سين يعتبر التكافل الاجتماعي أحد مرتكزات الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي، فما تعريفه وماذا يشمل هذا التكافل؟ أذكر دليلا له من الحديث الشريف. جيم التكافل في الإسلام نظام فطري يستمد وجوده من سنن الله التي تربط بين فطرة الإنسان وسنن الكون. فكفالة الوالد لإبنائه أمر فطري يندفع إليه الإنسان دفاعا فطريا، ومثل ذلك كفالة لأهل بيته أو لأمه وأبيه. وإذا شئنا الحق وجدنا في الإنسان رغبة في كفالة الجار الفقير أو القريب الفقير على بعد داره أو كفالة يتيم، فهو يرعى كما يرعى أولاده. ويشمل هذا التكافل أيضا المجتمع، فتقوى بين أبنائه الروابط الأخوية. ومن المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. سين من المقصود بالتكافل الاجتماعي وكيف تتوسع في شرح الحديث الشريف: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. جيم التكافل في الإسلام نظام فطري يستمد وجوده من سنن الله التي تربط بين الإنسان وسنن الكون. فكفالة الوالد لأبناء أمر فطري يندفع إليه الإنسان اندفاعا فطريا. إذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشريف يكون معناه: أيما شعب أصبح وفي جائع منهم فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والذمة هي الأمانة والعهد والضمان، ما يعني أنه سبحانه وتعالى قد أوكلهم إلى أنفسهم وحجب عنهم رحمته، ولم يقتصر التكافل الاجتماعي للمسلمين فقط، وإنما يشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ما داموا في ذمة الله، في ذمة الإسلام. سين، أيما أهل عرصة أصبح فيهم إمر جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. توسع في شرح الحديث ثم ركز على قولي برئت منهم ذمة الله. جيم، إذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث الشريف يكون معنا أيما شعب أصبح وفي جائع منهم برئت منهم ذمة الله تبارك وذمة رسوله. والذمة هي الأمانة والعهد والضمان، ما يعني أن سبحانه وتعالى قد أوكلهم إلى أنفسهم وحجب عنهم رحمته، ولم يقتصر التكامل الاجتماعي على المسلمين فقط، وإنما يشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ما داموا في دار الإسلام فقد برئت منهم. سين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة أصبح فيهم إمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. على ماذا يدل الحديث الشريف؟ جيم، يدل على أيما الشعب أصبحوا فيه جائع منهم إلى أهل الكتاب ما داموا في دار الإسلام. سين، ما واجب المسلم الغني تجاه الفقير؟ جيم، المال لله تعالى ونحن مستخلفون في أرض. قال علي إلا أن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فيمنح الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ويعذبهم عليه. وهذا الأمر ليس متروك الاختيار، الأغنياء إن شاءوا أعطوا ونجوا وإن شاءوا منعوا وعذبوا يوم القيامة، فالأصل أن يقوم ولي الأمر بجباية ذلك الحق. والله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فولي الأمر لابد له من أن يذكر الأغنياء بمسؤوليتهم أمام الله تعالى قبل أن يأمر أجهزته باستحصالها من الأغنياء القادرين. والكفالة التي أجملها الإمام علي رضي الله عنه تعني أنه فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويتكفلوا إعانتهم، والسلطان يدفعهم للعمل بنظام الفطرة المرتبط بالسنن الإلهية الكونية. إن لم تقم أموال الزكاة بهم ولا سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء وللصيف بمثل ذلك، وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. سين، للدولة الحق في إكراه الأغنياء على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين وكفالة وكالة عن المسلمين. فما الذي يقول الإمام علي في تقرير هذا الحق؟ جيم، قال علي رضي الله عنه ألا إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ويعذبهم عليه. وهذا الأمر ليس متروكا لاختيار الأغنياء، إن شاءوا أعطوا ونجوا وإن شاءوا منعوا وعذبوا يوم القيامة، فالأصل أن يقوم ولي الأمر بجباية ذلك الحق. والله سبحانه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فولي الأمر بد له من أن يذكر الأغنياء بمسؤوليتهم أمام الله تعالى قبل أن يأمر أجهزته باستحصالها من الأغنياء القادرين. سين، ماذا تعني الكفالة التي أجملها الإمام علي عليه رضي الله عنه حق الدولة في إكراه الأغنياء على كفالة العاجزين الفقراء وكالة عن المسلمين؟ جيم، الكفالة التي أجملها الإمام علي رضي الله عنه تعني أنه فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويتكفلوا إعانتهم، والسلطان يدفعهم للعمل بنظام الفطرة المرتبط بالسنن الإلهية الكونية. إن لم تقم أموال الزكاة بهم ولا سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، من اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. سين، ماذا يقصد بالتوازن في توزيع الدخول؟ ومما ينطلق الإسلام في تحقيق هذا التوازن أو لتوزيع الدخول بالتوازن، ماذا نعني بذلك ومن أين ينطلق الإسلام لإيجاده؟ أوجز الإجابة. جيم، نعني بالتوازن في الاقتصاد تقريب مستويات المعيشة حتى لا يكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فئاتي، فئة معدومة محرومة لا تكاد تسد حاجتها الأساسية، وفئة مترفة ومتخمة مرفهة يجرها الترف إلى البطر والتفسخ
ينطلق الإسلام في سعيه لإيجاد توازن من حقيقتين هما بالنسبة إليه بديهيتان. الحقيقة الأولى أن البشر متفاوتون في الخصائص والصفات النفسية والفكرية والجسدية، فهم يختلفون في الصبر والشجاعة وفي قوة العزيمة وحدة الذكاء وسرعة البديهة وفي القدرة على الإبداع والابتكار، ويختلفون كذلك في قوة العضلات وفي إثبات الأعصاب وفي غير ذلك من قوات الشخصية الإنسانية، فهي موزعة بدرجات متفاوتة على الأفراد وتختلف من فرد إلى آخر. ويحاول قسم من الباحثين تفسير هذا التفاوت بسبب واحد وهو العامل الاقتصادي، وهم يعدون هذا التفاوت عرضا نتيجة أحداث عرضية في تاريخ الإنسان يرجع إلى أسباب كثيرة، منها القابلية الجسمية والفكرية والنفسية. والعلم اعترف بالوراثة ومراحل نمو الإنسان وهو جنين وما يعتري من أمراض الطفولة وعوامل كثيرة غيرها، منها العوامل الاجتماعية حتى لو سيطرنا على العامل الاقتصادي، وما يتبعه من تكافؤ فرص الثقافة والتفتح الاجتماعي والتدريب المهني، فإن هذه الفوارق وهذا التفاوت يبقى قائما. الحقيقة الثانية التي يتخذها الإسلام أساسا لإقامة التوازن أن العمل يعد من أهم عوامل اكتساب الملكية في الإسلام، فالإنسان يملك بمقدار العمل الذي يقدمه. سين، ينطلق الإسلام في سعي لإيجاد توافق بين الدخول في حقيقتين ما هما. جيم، الحقيقة الأولى أن البشر متفاوتون في إلى بمقدار العمل الذي يقدمه، راجع جواب السؤال السابق. سين، ما معنى التوازن في الدخول ولماذا يريد الإسلام هذا التوازن؟ وضح ذلك. أو ماذا نعني بالتوازن في توزيع الدخول ولماذا يريده الإسلام؟ وضح ذلك. أو وضح لماذا يريد الإسلام التقارب والتوازن في توزيع الدخول وما نعني بالتوازن. جيم، التوازن في الدخول نعني بالتوازن في الاقتصاد، تقريب مستويات المعيشة حتى لا يكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فئاته، فئة معدومة محرومة لا تكاد تسد حاجاتها الأساسية، وفئة مترفة متخمة مرفهة يجرها الترف إلى البطر والتفسخ. يريد الإسلام هذا التوازن لأن هذا هو منطق الفطرة في مساواة الإنسان بأخيه الإنسان، فالإنسان في حاجاته الضرورية يتساوى مع أخيه الإنسان، وفي الإنسان نزوع دائم إلى رفع هذا المستوى، فإذا استطاع الإنسان العامل النشيط رفع مستواه فقد يقعد العجز أو الضعف أو الشيخوخة أو اليتم أو الترمل بالآخرين عن رفع مستواهم، فيحل هذا التناقض الذي يرفضه الإسلام. سين، ما الهدف الذي يصل إليه الإسلام من تحقيق التوازن في الدخول وكيف تحقق هذا الهدف وما الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا التوازن؟ جيم، إن الهدف الذي يسعى إليه الإسلام هو توفير الغنى لجميع الأفراد، وإذا كان التكافل الاجتماعي يضمن للفقير الحد الأدنى من المعيشة فإن التوازن الاقتصادي يجب على الدولة رفع مستوى معيشتهم إلى المستوى الذي يعيش غيرهم من أفراد المجتمع. كيف يحقق هذا الهدف؟ هي ضغط مستوى المعيشة من أعلى لتحريم الإسراف وضغط المستوى من أسفل بارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضا من المعيشة إلى مستوى أرفع بأخذ مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي في المجتمع، وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج في مستوى واحد قد يضم درجات لكنه يخلو من التناقضات الحادة في مستويات المعيشة. الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا التوازن: 1. فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام. 2. إيجاد قطاعات للدولة مثل الفي ومزارع الدولة والمصانع وما تؤممه الدولة من المرافق، وكل ذلك توجه الدولة لتوفير المال اللازم للتوازن الاقتصادي. 3. طبيعة أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت طرق الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز وتوزيع الإرث. سين، إذا كان التوازن الاقتصادي يجب على الدولة رفع مستوى الفقراء المعاشي إلى المستوى الذي يعيشه غيرهم، فما الإمكانات والإجراءات اللازمة التي تستطيع الدولة اتخاذها لتحقيق هذا المبدأ؟ أو ما الإمكانات اللازمة التي يمكن من خلالها للدولة تحقيق التوازن الاقتصادي؟ أو ما الإمكانات اللازمة لتحقيق التوازن في الدخول؟ جيم، 1. فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام. 2. إيجاد قطاعات للدولة مثل الفي ومزارع الدولة والمصانع وما تؤممه الدولة من المرافق، كل ذلك توجهه الدولة لتوفير المال اللازم للتوازن الاقتصادي. 3. طبيعة أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت طرق الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز وتوزيع الإرث. سين، هل أدرك المسلمون الأوائل أهمية التقارب في المستوى المعيشي بين الناس؟ جيم، أدرك المسلمون الأوائل أهمية التقارب في المستوى المعيشي بين الناس، ولقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية وجوب هذا التقارب.
قال البلاذيري في فتوح البلدان لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموال بني النضير للأنصار أنه ليس لإخوانكم المهاجرين أموال، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة. فقالوا بل أقسم هذه فيهم وأقسم لهم من أموالنا ما شئت. الدرس الخامس التهذيب التكبر. التهذيب 15 درجة. سين ما هو التكبر؟ جيم التكبر هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدرائهم به ونفرتهم منه. سين استشهد بآية على بغض الله لتكبر المتكبرين. جيم قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. سين من المجنون الذي أشار إليه الحديث الشريف، أو من المجنون الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الصادق عن الجيم عن الإمام الصادق عن أبائه عليهم السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة فقال على ما اجتمعتم؟ فقالوا يا رسول الله هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه. فقال ليس هذا بمجنون لكنه المبتلى. ثم قال ألا أخبركم بالمجنون حق الجنون؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فذلك المجنون المبتلى. سين وصف سلمان محمد الإنسان ومنزلته وضح ذلك. جيم يروى أنه قد وقع بين سلمان محمد ورجل كلام وخصومة، فقال الرجل لسلمان من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان إنما أولى وأولك أولي وأولك فنطفه قذرة، وإنما آخري وآخرك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة وضعت الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ومن خف ميزانه فهو اللئيم. سين ما أسباب التكبر أو ما أسباب التكبر عددها. جيم واحد التكبر لكل نقص أو ذلة في الإنسان. اثنين العجب، فمن أعجب بنفسه وبعلمه أو بشيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر. ثلاثة الحقد والحسد للآخرين فيتكبر عليهم محاولة إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأنا. أربعة الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى، فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل أوامره بالتواضع، ولكن عمله كان للناس لذلك لم يتكبر على بعضهم. سين ما نتائج التكبر أو ما نتائج التكبر، عدد خمسا فقط. أو ما مساوئ التكبر. جيم واحد انتشار البغضاء والكره بين الناس. اثنين التكبر يعد معصية للخالق وعدم شكره على نعمته التي أنعم بها عز وجل عليه. ثلاثة ضياع القدر وعدم الشعور المتكبر بالأمان والاحترام. أربعة ليس للمتكبر صديق. خمسة الحرص والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب. ستة التكبر نشر لرذائل الأخلاق. سبعة التكبر يوجب مقت الله عز وجل للمتكبر. سين كيف يعالج التكبر أو كيف يعالج التكبر؟ اذكر خمسا. جيم واحد أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطفة قذرة وآخره جيفة منتنة، وهو بينهما عاجز واهن، يرهقه الجوع والظما ويصيبه المرض والألم وينتابه الفقر والضر، لذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبر. اثنان أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسن ومساوئ التكبر وآثامه. ثلاثة أن يعود نفسه على التواضع على العاقل. أربعة على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل، وأن يترك العناد والتكبر. خمسة أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول المحافل والتصدر في المجالس. ستة أن يخالط الفقراء والبؤساء ويبدأهم بالسلام ويؤكلهم على المائدة ويجيب دعوتهم. سين ما التكبر وما نتائجه؟ جيم التكبر هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدراءهم به ونفرتهم منه. نتائج التكبر: واحد انتشار البغضاء والكره بين الناس.
2. التكبر، يعد معصية للخالق وعدم شكره على نعمه التي أنعم بها عز وجل عليه. 3. ضياع القدر وعدم شعور المتكبر بالأمان والاحترام. 4. ليس للمتكبر صديق. 5. الحرص والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب. 6. التكبر نشر لرذائل الأخلاق. 7. التكبر يوجب مقت الله عز وجل للمتكبر. سين. ما التكبر وما أسبابه وما علاجه؟ جيم. التكبر هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدراءهم به ونفرتهم منه. أسباب التكبر: 1. التكبر يكون لنقص أو ذلة في الإنسان. 2. العجب، فمن أعجب بنفسه وبعلمه أو بشيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر. 3. الحقد والحسد للآخرين، فيتكبر عليهم محاولا إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأنا. 4. الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى، فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل أوامره بالتواضع، ولكن عمله كان للناس لذلك تكبر على بعضهم. علاج التكبر: 1. أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطفة قذرة وآخره جيفة منتنة، وهو بينهما عاجز واهن، يرهقه الجوع والظما ويصيبه المرض والألم وينتابه الفقر والضر، ولذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبر. 2. أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوئ التكبر وآثامه. 3. أن يعود نفسه بالتواضع. 4. على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن الحق إذا ما أيده الدليل وأن يترك العناد والتكبر. 5. أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول المحافل والتصدر في المجالس. 6. أن يخالط الفقراء والبؤساء ويبدأهم بالسلام ويؤكلهم على المائدة ويجيب دعوتهم. سين. ما نتائج التكبر وكيف يعالج؟ جيم. نتائج التكبر: 1. انتشار البغضاء والكره بين الناس. 2. التكبر يعد معصية للخالق وعدم شكره على نعمته التي أنعم بها عز وجل عليه. 3. ضياع القدر وعدم الشعور المتكبر بالأمان والاحترام. 4. ليس للمتكبر صديق. 5. الحرص والكبر والحسد مدخل لكل الذنوب. 6. التكبر نشر لرذائل الأخلاق. 7. التكبر يوجب مقت الله عز وجل للمتكبر. علاج التكبر: 1. أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصب به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطفة قذرة وآخره جيفة منتنة، وهو بينهما عاجز واهن، يرهقه الجوع والظما ويصيبه المرض والألم وينتابه الفقر والضر، ولذلك عليه أن ينبذ الأنانية والتكبر. 2. أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوئ التكبر وآثامه. 3. أن يعود نفسه التواضع. 4. على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل وأن يترك العناد والتكبر. 5. أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول المحافل والتصدر في المجالس. 6. أن يخالط الفقراء والبؤساء ويبدأهم بالسلام ويؤكلهم على المائدة ويجيب دعوتهم. سين. عرف التكبر وما أسبابه، أو عرف التكبر وما أسبابه، أو ما التكبر وما أسبابه. جيم. التكبر هو الإعجاب بالنفس والتعاظم على الآخرين بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية وأكثر ما يجعل المرء مبغوضا لدى الآخرين ومحط مقتهم وازدرائهم به ونفرتهم منه. أسباب التكبر: 1. التكبر يكون لنقص أو ذلة في الإنسان. 2. العجب، فمن أعجب بنفسه أو بعلمه أو بشيء آخر استعظم ذلك في نفسه وتكبر. 3. الحقد والحسد لآخرين، فيتكبر عليهم محاولا إقناع نفسه بأنه أفضل منهم شأنا. 4. الرياء وعدم الإخلاص لله تعالى، فلو أخلص في عمله لتذلل لله وامتثل أوامره بالتواضع، ولكن عمله كان للناس. الوحدة الخامسة. الدرس الأول من القرآن الكريم من سورة الأنبياء. القرآن الكريم 40 درجة، آيات الحفظ 20 درجة. سين. 1. اكتب من سورة الأنبياء من قوله تعالى اقترب للناس إلى فهم يؤمنون، واضبط أواخر الكلمات بالشكل. أو اكتب من سورة الأنبياء من قوله تعالى اقترب للناس إلى لا تعلمون، واضبط أواخر الكلمات بالشكل. أو اكتب من سورة الأنبياء من قوله تعالى اقترب للناس إلى إن كنتم لا تعلمون، واضبط أواخر ما تكتبه. أو اكتب من سورة الأنبياء من قوله تعالى قال ربي يعلم إلى لا تعلمون، واضبط أواخر الكلمات بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الخاصة بمعاني الكلمات. لاهية منشغلة من ذكر الباطل، محدث جديد إنزاله، أسر النجوى يحدث بعضهم بعضا سرا بصوت منخفض، أضغاث أحلام مجرد أخلاط رآها في المنام، افتراه اختلقه كذبا ولم يبوح إليه، أهل الذكر أهل المعرفة بالتوراة والإنجيل. الأسئلة الوزارية الخاصة بشرح النص، أسئلة شرح النص 15 درجة. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سين ما المقصود بالآية الكريمة أو ما سبب غفلة الناس، جيم يؤكد الله تعالى اقتراب وقت حساب الناس على أعمالهم، ومع ذلك الكفار معرضون عن الهدى والاستعداد ليوم الحساب، يعيشوا اللهين غافلين عن ذكر ذلك اليوم الرهيب. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، سين ماذا يؤكد الله تعالى ومحال الكفار وموقفهم من الوحي والقرآن وماذا يقولون بينهم خفية، أو فسر الآية الكريمة، جيم يؤكد الله تعالى اقتراب وقت حساب الناس على أعمالهم ومع ذلك في الكفار معرضون عن الهدى والاستعداد ليوم الحساب، يعيشون لاهين غافلين عن ذلك اليوم الرهيب، وما يأتيهم شيء من الوحي والقرآن يتلى عليهم فيه عظة وتذكير إلا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء، فقلوبهم ساهية غافلة عن ذكر عن كلام الله، وكان كفار قريش يقولون فيما بينهم خفية أن محمد الذي يدعي الرسالة هو شخص مثلهم لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر فكيف تتبعونه وأنتم تبصرون أنه مثلكم. سين الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. هذا البيت الشعري يقارب مع ما جاء في السورة الكريمة، أشر إلى المواضع التي قلد الشاعر فيها النص القرآني. جيم قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سين كان المشركون يتناجون فيما بينهم سرا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الذي كانوا يقولونه خفية، وما الذي ترد عليهم فيه. جيم كان كفار قريش يقولون فيما بينهم خفية أن محمد الذي يدعي الرسالة هو شخص مثلهم لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر فكيف تتبعونه وأنتم تبصرون أنه مثلكم. رد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن ربي يعلم القول في السماء والأرض ويعلم ما أسررتموه من حديثكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم، وفي هذا تهديد لهم ووعيد. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. سين طلب الكافرون من الرسول عليه السلام معجزة مثل الرسل السابقين، بماذا رد الله تعالى عليهم. جيم ما آمنت
قبل كفار مكة من قرية طلب أهلها المعجزات من رسولهم وتحققت، بل كذبوا فأهلكناهم. أفيؤمن كفار مكة إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا، إنهم لا يؤمنون. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سين: ماذا أرسل الله قبل محمد؟ ومن هم أهل ذلك؟ وما صفة أولئك المرسلين؟ وما وعدهم الله؟ جيم: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسلا من البشر نوحي إليهم ولم نرسل ملائكة. فاسألوا يا كفار مكة أهل الذكر، هم أهل العلم بالتوراة والإنجيل، صفتهم. ولم نجعل أولئك المرسلين قبلك خارجين عن أطباع البشر لا يأكلون ولا يشربون، بل هم كسائر البشر وما كانوا خالدين لا يموتون. ثم صدقنا الأنبياء ما وعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم المتجاوزين الحد في الكفر والضلال. قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سين: لمن كان هذا الوعد الصادق؟ جيم: ثم صدقنا الأنبياء وما وعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم المتجاوزين الحد في الكفر والضلال. قال تعالى: سين: قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما الذي أخبرنا به الله تعالى في الآية الكريمة على، أو ماذا أخبرنا الله تعالى في هذه الآية؟ أو ما المقصود بالكتاب؟ ولمن الكلام وجهه الله تعالى؟ أو ماذا أخبرنا الله تعالى في هذه الآية المقصود بالكتاب؟ جيم: لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن الذي فيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به أفلا تعقلون. هذه النعمة وما فضلناها وما فضلناكم به على غيركم. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. سين: فسر قولي تعالى. جيم: ما أكثر القرى الظالمة التي أهلكها الله بكفرهم آيات الله وتكذيبهم رسله، فأهلكهم الله بعذاب آبائهم جميعا وأوجد بعدهم قوما آخرين سواهم. فلما رأى هؤلاء الظالمون العذاب الشديد نازلا بهم وشاهدوا بوادر إذا هم من قريتهم يسرعون هاربين، فنودي عليهم وهم في هذه الحال: لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور لعلكم تسألون عن دنياكم شيئا. وذلك على وجه السخرية والاستهزاء بهم. فلم يكن لهم من جواب إلا اعترافهم بجرمهم وقولهم: يا هلاكنا، فقد ظلمنا أنفسنا بكفرهم. فما زالت تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويرددونها حتى أهلكهم الله بالعذاب وجعلهم كالزرع المحصود خامدين لا حياة فيهم.